يبحث دائما الرجل عن زوجة صالحة. جي toujours nous voir un monsieur et une autre et madame qui pious. زوجة تحفظ القرآن تحفظ الحديث مثلا. الإكسامو بيقول مادام كي ميموريز قرآن كي ميموريز من حديث. طيب أنت لازم أولا تحفظ. alors je m'aime ou besoin ميموريز قرآن et حديث avant la autre sa madame. كيف تريد زوجة تحفظ وكذا وأنت لا تحفظ؟ كي ما يبغون مادام كي ميموريز سلموا ميمو بان ميموريز قرآن et حديث. أنا التقيت برجل في دولة من الدول، يعني ليست دولة فيها ذاك النشاط وذاك الإسلام، إسلام يعني ضعيف قليلا هنا. أولاده يحفظ القرآن، يحفظ كتب الأحاديث، يحفظ المتون العلمية، ما شاء الله. سبحان زفاي ميموريز قرآن، سبحان زفاي ميموريز حديث، سبحان زفاي ميموريز بانتيليف لا كونيسانس. قلت له كيف يعني أنت الآن يعني استطعت بفضل الله يعني تربية الأولاد في هذا المجتمع الذي ليس فيه علم كثير؟ alors Jacqueline, comment y est-on capable d'amener nos enfants au sein niveau où ils sont arrivés de sa qualité l'environnement qui me est-ce que maman est capable de mémoriser؟ قال عندما تزوجت يجي على لون تمون معي حملت الزوجة حمل. so madame in a what family. فأصبحت أنا وزوجتي نفكر هذا الحمل إيش سيكون؟ ماذا سيحفظ؟ alors il dit moi pour madame peut penser qui moi hier sa baba pour venir quoi qu'il peut il pour mémoriser. قلنا لازم يحفظ القرآن حديث المتون العلمية. يجي alors il faut que nos enfants mémorisent Coran, mémorisent Hadith, mémorisent bon livre la connaissance. فاتفقنا أنا والأم أننا نحفظ. alors il dit comme d'accord moi avec mon madame avec sa maman pour nous même nous mémoriser. نبدأ نحن. نكمل نو مم نو. يقول عندما كان هذا الولد نزل عمره سنتين نحن نحفظ القرآن واللؤلؤ والمرجان وألفية ابن مالك وبعض المتون العلمية. على وجه الإتمام سأصنف نين عرف ديزا نو مم نو نو ميموريز القرآن نو ميموريز لؤلؤ والمرجان ألف ده حديث نو ميموريز ألفية ابن مالك دلناها. إذن لابد يكون قدوة عند الصغار. الأولاد الصغار الآن يحبوا ماذا؟ يحبوا ماذا الآن؟ تليفون. لماذا؟ لأن الأب والأم دائما مع الهاتف. تريد الولد لا يأخذ الهاتف، اترك أنت الهاتف أنت والأم. أكوز كواسا سنفاني لتليفون ساكوز ماما وك بابا يلو تليفون.